بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في القراءة من الركن الأول من أركان الإيمان، وذاك من كتاب قواعد العقائد في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى واحد، ومداره على 10 أصول. الأصل الأول معرفة وجوده تعالى، وقرأنا ولكن نربط الكلام بعضه بعض. نأخذ الآية الأخيرة من 4 آيات، أو حقيقة هي آيات أكثر لكن من 4 اقتباسات من القرآن الكريم. نعم، وأولى ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار ما أرشد به القرآن، فليس بعد بيان الله سبحانه بيان. وقد قال تعالى هنالك 4 اقتباسات منها، وقال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلى قوله تعالى للمقوين. فليس يخفى، والكلام الإمام الغزالي رحمه الله، على من معه أدنى مسكة من عقل مهما كان لديه، مهما كان عاقلا في أي درجة من الدرجات، إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسماوات وبدائع فطرة الحيوان والنبات، أن هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لا يستغني عن صانع يدبره وفاعل يحكمه ويقدره، بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمقتضى تدبيره. ولذلك قال الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعود إلى بداية الآية التي استشهد بها الإمام الغزالي أو هذه الآيات. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لو كان الإنسان هو الذي يخلق، يعني، والسؤال هذا لغير المتعلم يثبت القضية أكثر من المطلع بالمتعلم. أنا المطلع على بعض تفاصيل قضية إنتاج الحيوانات المنوية في جسم الإنسان، فلو سألنا الإنسان كم عدد الحيوانات المنوية التي تكون عادة جاهزة للقاء الأزواج، كم العدد؟ هيبدأ يقول لك هو حدا بيعرف. لا، خلينا على السؤال، خلينا على الجواب. هذا الجواب هذا هو المطلوب، هذا الجواب هو المطلوب. لما هذا السؤال الجواب هو المطلوب؟ قال وهو حدا بيعرف. حقيقة اليوم هنالك علم ويدرسون المسألة ويعدون. طيب، لما الجواب هذا مهم جدا؟ لو كان الإنسان هو خالق هذه الحيوانات المنوية لعرف عددها. وهل تخلق شيئا أنت أيها الإنسان؟ والإنسان لا يخلق، لكن لو كان يخلق لكان يعرف على الأقل العدد الذي يقوم بخلقه، لكان يعرف صفات هذا الحيوان، كان يعرف. صحيح. ومنذ متى يعرف أن هنالك 23 كروموسوم من الرجل و 23 كروموسوم من الأنثى يجتمعان فيكونان 46 كروموسوم التي تلزم وجود الإنسان السوي بإذن الله عز وجل، وكله أمر الله. يعني انت برضو اللي قررت يكون في 23 كروموسوم، ما هي 46. انت قررت يكون في الخلية 46، انت قررت انه 23 بدها تلتقي مع 23. اذا ناقص او زاد على الجهتين مشكلة، سبحان الله. طبعا
انت اللي خلقت وانت اللي قررت. هيك ما شاء الله انسان ابن القرن الحادي والعشرين، والامر ليس لك، والامر ايش؟ والامر ليس لك. من هذه النطفة فتصبح رجلا سويا او امرأة سوية، ثم تعود الى ذاك التراب، ثم تعود الى ذاك التراب. ليس لك من الامر شيء. لا واحد يسوي يفرد عضلات. والمرأة سبحان الله ليست هي التي تقرر، ولا في جسمها ما هو يتعلق بقضية الأنوثة والذكورة بالنسبة للحمل، وإنما من الرجل. وإنما ممن؟ من الرجل. فإن كانت الذرية من الرجل بمعنى ما ليس فيها في طبيعتها، إنما في طبيعتها، لكن في النهاية هو من الله عز وجل يهب ما يشاء الذكور ويهب من ما يشاء الإناث. صحيح؟ سبحان الله. فطبعا ويجعل ما يشاء عقيمة سبحانه وتعالى، ويزوج، يعني بمعنى أنه يرزق هؤلاء وهؤلاء. نعم سبحان الله. أولاد وبنات، لا هي بنين وبنات. الأولاد هم على الجهتين، هم البنون وهم البنات. سبحان الله. ليس لك من أمر شيء. لو كان الجواب، لو كان كل واحد فينا يعرف بالضبط ما الذي عنده عددا وصفاتا ووظيفة وأوساطا، وهذا قلوي وهذا حامض، سبحان الله سبحان الله. ومن هنا قول الإمام الغزالي: وأدار نظره للواحد تأد، يعني أدار فكره في هذه الآيات مضمونها، وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسماوات وبدائع فطرة الحيوان والنبات، لعلم أن هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لا يستغني عن صانع يدبره. يعني تتمر بالبيت، بأي بيت، وتعلم مباشرة أنه لابد من مهندس، ولابد من بناء، ولابد من لابد من تصميم. لا يعقل أنه بناء صرح هكذا جاء من تلقاء إيش؟ تلقاء نفسه. لا يوجد هذا الكلام في الكون. هذا الكون المتسع الذي حتى التعبير عنه بالأرقام، وإن ذكرنا الأرقام لا نفهم حقيقة الذي نتحدث عنه. يعني ماذا يعني؟ هنالك قطب شمال وجنوب، اللي هو الجغرافيا. قطب شمال وجنوب اللي هو الجغرافيا. القطب الحقيقي الذي يتعلق بالجاذبية الآن ينحرف بسرعة 34 ميل، حوالي 50 كيلومتر كل سنة، حتى في النهاية ينقلب، حتى في النهاية ينقلب حوالي 50 كيلومتر كل سنة. عماله بعد عن القطب الجغرافي اللي معروف عند الناس، عماله بعد. ويتحدثون عن نظريات عن التأثير، ماذا يحدث حينما ينقلب الشمال جنوب والجنوب شمال. الظاهر هو هو، لكن حقيقة الجاذبية هاي شيء عجيب. مرات لا نفهم ما الذي يدور. الحمد لله هنالك علماء يحاولون كشف الظواهر. قال: ولهذا بعث الأنبياء صلوات الله عليهم لدعوة الخلق إلى التوحيد، ليقولوا لا إله إلا الله، وما أمروا أن يقولوا لنا إله وللعالم إله، فإن ذلك كان مجبولا في فطرة عقولهم من مبدأ نشوئهم وفي عنفوان شبابهم. ولذلك قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يدركون بالفطرة أنه الله. سألت، كان هنالك أستاذ في الجامعة الإسلامية في ماليزيا في كوالالمبور من الصين، مسلم، نسأل الله جل أن يفرج الكرب عن مسلمي الصين، فأنهم يتعرضون لفتنة عظيمة، الإيغور وغيرهم.
يعني من باب الواحد يتعلم هكذا. فسألته كيف، لأنه عندهم صور للكلمات، صور للكلمات، كيف تعبر عن لفظ الجلالة باللغة العربية؟ ألف لام لام، الله لفظ الجلالة، فكيف تعبرون عن هذا اللفظ بلغتكم؟ قال نرسم خطا هو السماوات، ونرسم خطا أسفل منه هو الأرض، ونرسم خطا بينهما، ذاك أفقي والآخر أفقي، وبينهما خط عمودي. قال ما بينهما؟ يعني كل ما في السماوات وما في الأرض. قال ثم نرسم خطا عموديا فوق هذه الثلاث خطوط، يعني فوق السماوات والأرض، تصبح كلها على بعضها. قال الله. جربتها مع صيني، مع بعض الصينيين غير المسلمين برضو في كوالالمبور، يعني من باب ليس قضية أني أشك في أن الرجل قال لي صحيح، لكن أرى ما الذي سيقوله حينما يرون نفس الصورة نفس الرسم. فرسمت هذه الخط بسيطة، خط أفقي خط أفقي، ما بينهما ثم ما فوقهما، فماذا يدل؟ فقيل ما استخدموا كلمة باللغة الإنجليزية، استخدموا نفس اللفظ في اللغة العربية. فقيل لي الله. سبحانه. نعم نعم نعم. طبعا هم مطلعين على الثقافة المحلية، لكن عرفوا أن، وكان هنالك أصنام في المحلات للصينيين هؤلاء. فقلت لأصحاب المحل، يعني هو محل ميكانيكا، والميكانيكا الذي يمشط لحية الصنم وضعوا له شعر، فقلت يعني كيف تعبدونه وها هو بإظفر متسخ الميكانيكي يعني يمشط شعر لحية الصنم؟ فقيل لي لو لم نضع هذا الصنم لتوقف الصينيون البوذي على المجيء على المحل، يعني هذا من تجارة. وبالفطرة وبالفطرة، وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال العلماء في هذه هي الفطرة، هذه هي الفطرة، يعني أنه في جبلة الناس ليس اكتسابا، يعلمون أن الله عز وجل فطرتهم السليمة هو الخالق. فإذا في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة البرهان، ولكن على سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماء النظار نقول من بدائه العقول، كما تعلم أن بديهة، يعني لا تحسب كثيرا، نقول لك واحد زائد واحد يساوي اثنان، يعني لا تحسبها حقيقة، لكن معروف من بدائه العقول أن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب يحدثه، والعالم حادث فإذا لا يستغني في حدوثه عن سبب. لا يصح أن تقول أن هذه الظواهر بلا مسبب، هكذا هي طول العمر بلا انقضاء بلا بداية، طول عمرها هكذا. يعني حينما يتحدثون عن البدايات هم يضربون المثال عن الدجاجة والبيضة، أيهما أول؟ الدجاجة أم البيضة؟ لا يعقل أنه يظل هنالك، يعني هذه البيضة من دجاجة وهذه الدجاجة من بيضة وهذه البيضة إلى ما لا نهاية، لا يعقل، لا يعقل أنه هكذا، لا يعقل، لابد من بداية. وهو مثال على قضية الحوادث، والكون حادث لا يعقل أنه هكذا، وعلميا وصلوا إلى نقطة بداية.
تسمى نظرية الانفجار الكوني، تسمى نظرية الانفجار الكوني. رأوا أن المجرات تبتعد عن بعضها البعض بترتيب معين. بإمكانك أن تعيد، ألا ترون في التصوير يصورون الإنسان مثلا وهو ذاهب ثم يعيدون المشهد معكوسا حتى يعود إلى البداية؟ بإمكانك أن تصور الآن المشهد، وهذه المجرات تعود إلى يعني القهقر إلى الخلف، بمعنى عكس المسار الذي هي سائرة فيه إلى نقطة بداية. وقالوا أن الزمان في تلك اللحظة، لحظة بداية، يساوي قبل الانفجار، وقبل الانفجار لا يوجد قبل، افهم علي، اللغة عاجز عن التعبير. كان الزمان يساوي صفرا إذ لم يكن هنالك حركة في الكون. كان الزمان يساوي صفرا. ما دام العلماء ملحدهم ومؤمنهم يقول كان هنالك بداية ولا يعرفون كيف ولما، كيف ولما ومن أين، يعرفون هنالك نقطة بداية ولا يعرفون من أين. هو معرفة وإدراك للعجز، تعجز، وصلت إلى مرحلة معينة. والقرآن الكريم لا يخبئ، القرآن الكريم يدعوك إلى التفكر في خلق السماوات والأرض. هنالك سبب لكل هذا، هنالك سبب. وجودنا لعبادة الله عز وجل هو المقصد من هذا، هو المقصد من هذا. إذن من بدائه العقول أن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب يحدثه، والعالم حادث، فإذن لا يستغني في حدوثه عن سبب. أما قول أن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب فجلي، فإن كل حادث فهو مختص بوقت يجوز في العقل تقدير تقدمه وتأخره، فاختصاصه بوقته دون ما قبله وما بعده يفتقر بالضرورة إلى المخصص. وأما قول العالم حادث فبرهانه أن أجسام العالم لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. الله عز وجل خلق الزمان وخلق المكان، والزمان ما هو إلا حركة في المكان، الزمان ما هو إلا حركة في المكان. كيف؟ السنة الشمسية هي مقدار حركة الكرة الأرضية، ونتحدث عن شمسنا وعن أرضنا، لأنك لو ذهبت إلى كوكب آخر فسنتهم لا فسنة ذلك الكوكب غير السنة التي نحن نعم. فهي حركة الأرض في مدارها حول الشمس. ولذلك إن شئت ما بلغت أنت من العمر، يعني مثلا هذا الشاب ما شاء الله عنه، لو قلنا أنه بلغ مثلا 18 عاما مثلا، فهي عمليا 18 دورة حول الشمس. عد 2020 عام، 2020 دورة للأرض حول الشمس، فتكون ولادة المسيح عليه السلام. من يقول مثل أيامنا؟ من لا يعرف خطاب القرآن الكريم؟ من يقول أن ولادة المسيح عليه السلام هي في آخر شهر 12 في البرد؟ وفي مثل هذا الفصل لا يعرف خطاب القرآن الكريم؟ القرآن الكريم ماذا يقول؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والرطب في بلادنا آخر شهر 9 أول شهر 10، بل حدود لا 11 ولا 12. وقرأت عندهم من يؤيد هذا، وقرأت عندهم من يؤيد هذا. إذن هذا ليس وقت ولادة المسيح عليه السلام. سبحان الله، القرآن خطاب القرآن مهيمن على ما سبقه. إن اختلفنا فالقرآن هو الحكم، هو الفيصل. فهذا عاش ما مقداره 18 دورة، وهذا عاش ما مقداره 80 دورة، وهذا عاش ما مقداره 100 دورة ليش للأرض في دوران حول الشمس. واليوم
النهار والليلة، اليوم الكامل، ما هو إلا دورة للأرض حول محورها، واضح؟ والشهر ما هي إلا دورة من دورات القمر. الشهر، الشهر الطبيعي، الشهر القمري، لأن الشهر الشمسي ليس ظاهرة طبيعية، واضح؟ الشهر الشمسي ليس ظاهرة. الشهر القمري نعم ظواهر إيش؟ طبيعية. إذن وأما قولنا العالم حادث فبرهانه أن أجسام العالم لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث وهو حادث. ففي هذا البرهان ثلاث دعاوى: الأولى أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون، أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون، وهذه مدركة للبديهة والاضطرار، فلا يحتاج فيها لتأمل وافتكار، فإن من عقل جسما لا ساكنا ولا متحركا كان لمتن الجهل راكبا وعن نهج العقل ناكبا. لابد لأي جسم حادث مخلوق إما أنه في حركة وإما أنه في سكون، وحتى الساكن هو متحرك في غيره لا ينفك عن حركة. خذ مثلا، قد نقول أن هذه الطاولة ساكنة ولكنها تدور الآن معنا، ليس في حركتنا المستقلة، كلنا ندور مع الأرض في دورانها حول محورها، واحد. اثنين، تدور مع الأرض في دورانها حول الشمس، صحيح؟ اثنين. ثلاثة، عندك الحركة التي تولد الصيف والشتاء يعني هي في زاوية معينة، هاي ثلاثة. أربعة، مجموعتنا الشمسية كلها تدور في هذه المجرة التي نحن فيها، تدور في نفس المجرة لهم كلها، كلنا مع بعض، هاي خمسة. ستة، المجرة كلها تبتعد عن المجرات الثانية من النقطة اللي قلنا عنها نظرية الانفجار الكوني، هاي ست حركات. وانت بتنتبه لما يكون في عندك شوية زلزال، تنتبه انه في شوية حركة من لطف الله عز وجل بنا. اذا حتى الساكن حقيقة ايش؟ متحرك. والمتحرك مخلوق حادث يفتقر الى الله عز وجل. الثانية يعني الإثبات، قولوا أنهما حادثان ويدل على ذلك تعاقبهما وجود البعض منهما بعض البعض، وذلك مشاهد في جميع الأجسام ما شهد منها وما لم يشاهد، فما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته، وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه، فالطارئ منهما حادث لطريانه والسابق حادث لعدمه، لأنه لثبت قدمه لاستحال عدمه، على ما سيأتي بيانه برهانه في إثبات بقاء الصانع تعالى وتقدس. لو عندك سباق خيل تنتظر من السباق أن ينتهي، ولو سباق بشر تنتظر منه أن ينتهي، ولو تحركت بالسيارة في لحظة معينة يتوقع منك إما أن توقف السيارة أو أن تقف السيارة. أنا فقط أمثل على دليل على قضية أنه كان حركة لابد بعدها من سكون، وإن كان نسبيا، وإن كان نسبيا، لأنه داخل نفس الذرة، يعني هذه الإضاءة الموجودة الآن ماذا حدث؟ هنالك إلكترونات تضرب حتى تفلت وتضيء، يعني ليس ساكنا بالمعنى، قد يظهر الأمر وكأنه إيش؟ وكأنه ساكن. ذرة داخلها نشاط عجيب، الذرة داخلها مالها نشاط عجيب. إذن ما من ساكن إلا وقد يتحرك، وما متحرك إلا وقد إيش؟ يسكن، وهذا فيه دلالة على حدوثه. الثالثة، قولنا ما لا يخلو عن حوادث فهو حادث، وبرهانه أنه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها، وما لم تنقضي تلك الحوادث بجملتها لا تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر في الحال، وانقضاء ما لا نهاية له محال. ولأنه لو كان للفلك دورات لا نهاية لها
لكان لا يخلو عددها من أن تكون شفعا أو وترا، أو شفعا ووترا جميعا، أو لا شفعا ولا وترا، ومحال أن تكون شفعا ووترا جميعا. كم مرة قد جئت إلى المسجد الأقصى إما شفع وإما وتر؟ سبحان الله، لا يمكن أن تجمع بين النقيضين، لا يمكن تجمع بين النقيضين، ومحال أن تكون شفعا وترا جميعا، أو لا شفعا ولا وترا، مستحيل. فإن ذلك جمع بين النفي والإثبات، إذ في إثبات أحدهما نفي الآخر، وفي نفي أحدهما إثبات الآخر. ومحال أن يكون شفعا، لأن الشفع يصير وترا بزيادة واحد، فكيف يعوز ما لا نهاية له واحد؟ هذه بدها شوية بدك تتخيل الآن، معك إشارة إلى ما لا نهاية، صحيح؟ إنفينيتي. ومحال أن يكون شفعا، لأن الشفع يصير وترا بزيادة واحد، اثنين بصير ثلاثة، أربعة بصير خمس، ستة بصير سبعة، فكيف يعوز ما لا نهاية له؟ هذا المطلق، كيف يعتاز إلى واحد حتى يصبح شفعا؟ ومحال أن يكون وترا، إذا الوتر يصير شفعا بزيادة واحد، فكيف يعوزها واحد مع أنه لا نهاية لأعدادها؟ فحصل من هذا أن العالم لا يخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو إذن حادث، وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة، إلى أن الله عز وجل هو الذي أوجده، إلى أن الله عز وجل هو الذي أوجده، هو الذي بدأه، هو الذي برأه، هو الذي خلقه، هو الذي صوره. الأصل الثاني، العلم بأن الباري تعالى قديم لم يزل، أزلي ليس لوجوده أول، بل هو أول كل شيء وقبل كل ميت وحي. وبرهانه أنه لو كان حادثا ولم يكن قديما لافتقره أيضا إلى محدث، نفس استحالة القضية، مش قضية يعني فقط دجاجة وبيضة، موجود حادث، جاء من حادث، وذاك جاء من حادث، وذاك جاء من حادث، سبحان الله. استحالة التسلسل إلى ما لا نهاية، استحالة التسلسل إلى ما لا نهاية. إذن لابد من بداية، ولابد من موجد غير حادث، لأنه لو كان حادثا سيكون أيضا طارئ من حادث آخر. أنت من أبيك، وأبوك من جدك، وجدك من أبيه، جدك الأعلى، ثم هكذا حادث من حادث. استحالة أن يظل هذا التسلسل إلى ما لا نهاية، واضح؟ حتى علميا علماء ملحدون، علماء ملحدون يقولون استحالة الاستمرار في قضية الأمور الحيوية، حيوية البيولوجية التي فيها حياة، استحالة استمرارها إن تكون من إلى ما لا نهاية. لما؟ بكلامهم، وهم لا يؤمنون، لأنه في لحظة معينة وذكرناها أكثر من مرة، أن هذا الكون في بدايته لمدة 380 ألف سنة كان كرة ملتهبة. إذن ما عندنا جد أعلى في تلك الحقبة، لا يمكن أن يكون آدم عليه السلام، سواء نحن نؤمن بأن الله عز وجل خلق سيدنا آدم عليه السلام، فهمت علي؟ ومع ذلك الذين قالوا بالتطور، السلام عليكم الله، الذين قالوا بالتطور لا يقولون بأن هنالك